موضوع الكهرباء، أنتم سبق وأن طالبتوا المواطن اليوم بالترشيد وعدم الاستهلاك التيار الكهربائي، زين اليوم الكهرباء دا توزع بصورة جيدة للمواطن؟ أكو تجهيزات اليوم كافية للمواطن برأيك سيادة النائب؟ نعم، في الحقيقة الإنتاج الكهربائي الموجود في محافظة البصرة تقريبا 5000. نحن الآن الاستهلاك 63 نصدر إلى أو نعطي المحافظات الوسط والجنوب الأخرى تقريبا 1600 كيلو. القضية ليست في إنتاج الطاقة، لدينا إنتاج طاقة، وخاصة أنا عندما أتكلم عن مركز المدينة وعن جنوب المدينة في مناطق شمال البصرة توجد هناك بعض التلكؤات في إنتاج الطاقة، لأن لا توجد المحطات الكافية لتوليد الطاقة، وتباعد المسافات يؤدي إلى خفض الفولتية، وهذا يؤدي إلى مشاكل، وإن شاء الله ستحل هذه المشاكل تدريجيا من خلال الاجتماع اللي يوم أمس مع المحافظ سيد المحافظ ونائبيه وقطاع الكهرباء بصورة عامة اللي حضروا مدير الإنتاج. شنو كانت نتائج هذا الاجتماع سيادة النائب؟ بعد الاطلاع على المشاكل الموجودة ظهرت في الحقيقة أن المشاكل الموجودة مشاكل فنية، وآخر عطل اللي نتكلم عن آخر عطل اللي سبب الشت داون، والمشكلة المكان اللي بالعطل كان في خور الزبير، مثل ما تعلمون الجو مال البصر خور الزبير رطب جدا، ارتفاع الرطوبة نسبة الرطوبة كانت يعني 70%، يعني نسبة جدا عالية، ودرجات الحرارة كانت 54، بالتالي المواطن كانت ما عنده كهرباء يعني مدة 3 أيام متواصلة، المواطن أنا يعني أتكلم بدون تيار كهرباء. أنا جاي بالكلام. نعم. أنا جاي بالكلام. نحن الخلل اللي صار ليس في الإنتاج الطاقة، وإنما الخلل في العطلات التي سببتها درجات الحرارة المرتفعة، وهناك أصبح لدينا شت داون وانهارت المنظومة الكهربائية في البصرة. هذا سببها ارتفاع درجة الحرارة والحمل الزائد